هلا مشاهدينا من السياسه رح ننتقل للرياضه، بحيث اغلب ومعظم السيدات الصبايا ممكن نشوف ببعض الاوقات بعض الشباب عندهم بعض الترهلات بمناطق معينه بجسم، واكيد هي المشكله بتعود لاسباب كثيره واهمها عدم ممارسه الرياضه والالتزام ب كورس نظام صحي واكل صحي، فبيجي الصيف وبيركضوا لعند الكوتش وعلى النوادي، نحن بدنا نلحق نعمل ريجيم، نحن بدنا نلحق ننزل وزننا، فشو رايك يا سلمى؟ اكيد عفاف، يمكن هاي المشكله بتبرز بشكل واسع خلال فتره الصيف لانه الناس بتبلش تنتبه اكثر على شكل جسمها اللي ممكن يكون شوي لباسها الشتوي بيخبيه، ولكن مشكله العنايه بالصحه هي ما أنا مشكله انيه، هي مشكله مستمرة، وأكيد الترهلات ممكن تروح بكورس واحد ومثل ما بيقولوا بيوم وليلة، لهيك هو نظام متكامل بين الرياضة والنظام الصحي. رح نحكي بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وكيفية الحصول على جسم صحي ولياقة بدنية مع ضيفنا بالاستوديو الكوتش وسيم شعبون. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم صبايا، شكرا على الاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا فيك كوتش. صباحك خليل، أكيد تمام الحمد لله بنشكر الله. يعني دائما نلاحظ أنه أغلب مو بس النساء، كمان الشباب والصبايا بيجوا بدهم يلحقوا فصل الصيف، بدنا نعمل دايت، بدنا نلحق نظام غذائي صحي، في كمان بعض الرياضات بتكون خاطئة بيتبعوها بدون الالتجاء لكوتش متخصص أو حدا شاطر. خلينا نحكي عن فائدة الرياضة أول شيء للنساء للسيدات للصبايا. تمام، هلأ هي أول شغلة الرياضة هي لازم تكون أسلوب حياة، لازم تكون ممارسة بشكل صح. يعني هي بتفيد السيدات، أول شغلة بتقوي المناعة وبتعطينا ذاكرة عضلية كتير قوية وبتنشط الدورة الدموية وبتساعد على تخفيف الاكتئاب والتوتر العصبي وإلى آخره من هدول الشغلات بتعاني منها معظم السيدات يعني بهذا الوقت. أو تقريباً يعني لازم يمارسوا الرياضة بشكل منتظم لأنه كمان نحنا بتساعد كمان على تنظيم الدورة الدموية للجسم، كمان بتساعد على تنشيط القلب والأعصاب، وبتساعد كمان إنه على تخفيف أعراض السرطان الثدي وإلى آخره من هدول الأعراض يعني، وإلى فوائد كثيرة يعني. أكيد منطول كثير أهم الشيخوخة كمان. طبعاً صحيح، هو جسم السليم دائماً بده عناية. تماماً أكيد، اهتمام. خلينا نحكي شوي عن أنواع الرياضات اللي هو لازم بشكل عام هي مناسبة أكثر للسيدات، يعني دائماً بيحاولوا يبعدوا عن الرياضات اللي هي فيها أثقال أو فيها أوزان ثقيلة اللي هي بتغير من شكل العضلة وليست بتقوي العضلات، أما تقوية العضلات فهي بتنفع للاثنين يعني. تماماً. هلا الرياضات المناسبة أكثر للسيدات هي رياضات الفتنس، رياضات الحرق، تمام، حتى رياضات البادي بيلدينج إذا كانت بإشراف صح من مدرب مختص. طبعا اكيد هي بتساعد السيدات باوزان يعني متناسبه انها تكون ماشيه معها بكورس صح من الكوتش يكون هو مشرف على التمرين تبع السيده اللي هي ماشيه معه او الصبي. فنحن بهذا الموضوع ما في شيء اسمه رياضه مناسبه ورياضه مو مناسبه للسيدات، هي الرياضه اللي ما بتكون مناسبه بتكون رياضه خشنه، رياضه رجوليه اكثر، فنحن بنحاول نبتعد عنها، بنحاول نفوت نحن برياضه اسهل للصبيه. بنعتمد اكثر شيء على نظام الفتنس بادي بيلدينج اللي هو نظام جديد نحن يعني عم نتبعه هلا، هو بين رياضه الحرق والالات سوا، فنحن بنعطي شكل مثالي اكثر للجسم، نحاول نعطي تفصيله عضلات حلوه للجسم، مو شرط انه هي تجي مثلا اللعبه بتجي بتقول لك انا ما بدي يطلع لي عضلات، هي لا انت ما رح نوصل لمرحله العضلات نحن. صحيح، فنحن بنوصل لشيء يكون حلو، شيء انت تكوني مبسوطه فيه، شيء تستفادي منه انت كشكل جسم، نعمل شيب للجسم اكثر من انه احنا نعمل عضلات. صحيح، يعني كوتش اليوم نادرا ما بنسمع انه في اضرار لممارسه الرياضه وخصوصا عند السيدات او الصبايا، ممكن يكون في شيء اضرار لممارسه الرياضه او امتى بتكون موجوده؟ هلا اضرار للممارسه الرياضيه ما في نحن تقريبا يعني عندنا، هي الاضرار بتجي من الاغلاط اثناء التمرين بتعمل اصابات للسيده او للشاب بشكل عام، فنحن لازم نكون في اشراف تدريبي تصليح للبوزيشن للحركات اللي انت بتكوني عم تمارسيها بالرياضه، فهو بس لازم يكون في اشراف صح مشان ما يصير عندنا اصابه بالمفاصل او بالاوتار العضليه الى اخره، فنحن بس اهم شيء يكون في اشراف صح، متابعه مستمره، واهم شيء يعني ما نلعب تمرين هو مو لنا اساسا، يعني مثلا بتيجي كثير ناس لعنا بتيجي بتأجينا مثلا
مقطع على الانستغرام او السوشيال ميديا بشكل عام لها كثير دارج، فبتجي العالم بترجينا مثلا تمرين حدا عم يعمله بيحاول انه يعمله، طب هذا التمرين احنا مو لنا، هذا شخص محترف، الشخص المحترف له تمرين، وانت كشخص مثلا مبتدئ او صار لك زمان برياضه الى اخره، فاحنا ما فينا نجي نلعب تمرين هذا الشخص المحترف، هي ماده اعلانيه بالنهايه، فنحن بنحاول نبعد عن هي الشغلات، هي اللي اكثر شيء بتضر بموضوع الرياضه، انه نحن ما نختار رياضتنا الصح، ما نختار الشيء اللي بيناسب جسمنا، وما يعني ما بنختار الشيء اللي بنقدر نحن انه نعمله برياضه، فمنبلش شوي شوي خطوه خطوه لنوصل لمراحل متقدمه. اكيد. هلا بما انه حكينا عن هذا الموضوع، يمكن في كثير سيدات هلا او صبايا بشكل عام ما بيكون عندهم الوقت انه ينزلوا يروحوا على الجيم، فبيفتحوا الانترنت بيتفرجوا على تمارين بيحاولوا يقلدوها بالبيت، والبعض بيقول لك انا بشتغل كثير بالبيت، هل الشغل هذا اللي انا عم بشتغله هو يعتبر رياضه بيحرق او لا؟ تختلف الاقاويل بهذا الموضوع، فشو رايك؟ هلا رايي بهذا الموضوع انا كمدرب، يعني هو الموضوع ما انه صحيح، يعني موضوع الرياضه المنزليه اللي هي بتكون مثلا بالبيت هي ما انا متابعه، ما انا باشراف صح، ما فيها تحميه صح للجسم، ما فيها تحميه للمفاصل للعضلات، فنحن ما فينا نعتبرها انها رياضه، حتى روتين الشغل بالبيت هو ما انا رياضه، لا تعتبر رياضه، يعني ما فيك انت تيجي تقولي انه انا بشتغل بالبيت فانا مارست الرياضه، ممارسة الرياضة لا، هي إلى طريقة محددة، بدها تكون حركة مستمرة لمدة 15 دقيقة، وحركة فيها توتر عضلي، يعني يكون نحن قدرانين نوصل للتعرق، قدرانين نعمل جهد عضلي لحتى نحن نعتبر نحن عملنا رياضة، فشغل البيت وهدول الشغلات اللي بيقولوها العالم هي مانا صحيحة، لا ما يعني مانا بالضرورة تكون هي 100%، بس لا ما بتحرق. طيب كوتش، وقت كتير ملاقي أشخاص عندهم أمراض ديسك، انقراض فقرات، ممكن أحياناً التهاب بالمفاصل أو بعض أمراض المفاصل، هون كيف صح أنهم يعملوا يلجأوا للرياضة بهي الأثناء أو بتتم المعالجة بالرياضة؟ هلأ طبعاً نحن أكيد نلجأ للرياضة، بيكون في تنسيق بيننا وبين طبيب اللاعب اللي عنا، إن كان شاب وإن كان بنت، فإحنا مننسق معه للدكتور، منشوف شو هو الحركات اللي هو بفضلها، الأوزان اللي هو بفضلها، طبعاً بيكون هو إشرافه بيعرف الحالة أكثر مننا، فنحن مو غلط إنه نلجأ للدكتور لحتى نتواصل معه لحتى نعرف نحن شو الشغلات اللي هو مانع مريضه عنا، وشو الشغلات اللي نحن لازم نحن نساعده فيها لنقوي المنطقة المصابة. يعني ممكن تلعب الرياضة دور بمعالجة بعض هاي الأمراض؟ طبعاً ممكن. في عنا معالجة فيزيائية اللي هي أساس بعض التمارين الرياضية، يعني بعض الأنواع المساجات مع الرياضة المخصوص طبعاً. اللي عندهم مشاكل بالظهر أحياناً أو بالمفاصل، صحيح؟ إيه طبعاً أكيد موجودة هي المعالجة الفيزيائية بالرياضة، اللي هي الرياضة الفيزيائية، طبعاً إحنا هون بتكون كمان بإشراف كوتش طبيب مختص أو معالج. أو طبيب مختص أو معالج مختص، طبعاً ده يكون عامل دورات مكثفة لهذا الموضوع بالإشراف تبع الدكتور تبع المريض، مشان نعرف نحن الحالة الصحية عم تتقدم أو هي عم تتراجع، فمشان نضل حاطين حالنا بالمكان الصح. صحيح. يعني هلا خصوصا اغلب الاشخاص يلي ممكن ما عندهم مشاكل بالجسم او حتى عندهم مشاكل بيجوا للرياضه كاسلوب راحه نفسيه او لحتى يفرغوا طاقه سلبيه، يعني دور الرياضه هون بمعالجه هاي الحاله النفسيه او انه بتطالع من حاله الاكتئاب وبتخفف هذا الستريس، قد ايه مهم وشو هي ممكن في تمارين معينه لحتى تخفف هاي الحاله النفسيه؟ هلا ليك، هي الرياضه بشكل عام هي اساسا بتخفف التوتر، بتروح الاكتئاب، هي كمان بالنهايه بترجع الشغله لدور الكوتش اللي بيكون مشرف على تمرين الشخص اللي هو معه، فبدها تكون المعامله يشتغل على نفسيه اللاعب تماما، يكون نفسيته مرتاحه بالمكان اللي هو عم يتمرن فيه رقم واحد، وتكون نفسيته مرتاحه للمدرب اللي هو معه، يعني تكون العلاقه بيناتهم علاقه رفقات اكثر من انه هي كوتش، ما يكون الموضوع واجب، يكون الموضوع هي ان تكون انت حابه تنزلي تلعبي رياضه، انت حابه تنزلي لانه النادي مريح، الشخص اللي عم يدربك مريح شاطر عرفان شو بدك، بيشتغل على نفسيتك، بيشتغل على الرياضة معك كمان، فبتصير انت بتحبي النزلة على الجيم، فبتصير انه يعني ما في حاجز بينك وبين الكوتش، فبيصير الموضوع انه ابسط من هيك، فبتصير انت بتحبي اللعبة، فبتصير نفسيتك بترتاح اثناء التمرين، كمان الركض بيساعد على هذا الموضوع، على اجهزة الكارديو والآلات اكيد بتساعدنا. اجهزة الكارديو بتساعد اكثر بتخفيف الحالة ولا هلا؟ لا، هي التمرين بشكل عام يكون تمرين مركب، يعني انا بفضل التمرين المركبه بين الفتنس، بين حركات الحرق وبين الالات، فهذا الشيء بيعطيكي هيك نشاط اكثر، ف
بتروح حالات الستريس عندك، فبصير عندك الموضوع كتير بسيط بريا. أكيد كوتش، خلينا نحكي شوي عن النظام الغذائي، ويمكن هذا أكتر شيء بيشغل بال كل اللي بده يدخل على النادي. في ناس بتخاف بتقول أنا بخاف إني أخذ مكملات، في ناس بتقول أنا بخاف بعض الأنظمة الغذائية، وخصوصا في ناس بتتبع لوحدة نظام غذائي، ممكن هذا الشيء يأثر سلبا بدل ما يأثر إيجابا. تماما. هلا موضوع ان الواحد يتبع لحاله، هذا الموضوع طبعا اكيد خاطئ، يعني نحن دائما لازم نلجا لكوتش مختص او لاخصائي تغذيه، نساله على موضوع، بياخذ الوزن، بيشوف نسبه الدهون، نسبه السوائل بالجسم، ونعمل نظام غذائي على هذا الاساس. هنا النظام يعني هو شقين، واحد انه انت حابه تسمني تعملي عضلات او حابه تغيري من شكل جسمك ترفعي وزنك، والثاني هو نحن ننقص الوزن. طبعا كل نظام بيتبع سعرات حراريه محدده، وكل نظام نحن بدنا نكون ماشيين معه حسب الرياضة اللي نحن كمان عم نلعبها، قديش قوة تمريننا، هل الأكل نحن اللي عم ندخله على جسمنا بيوازي قوة التمرين تبعنا أو لا. وموضوع المكملات نحن أساساً هذا موضوع تاني، في ناس بتفضله في ناس ما بتفضله، بس يعني يفضل هو إذا الغذاء صح فالموضوع كتير منيح بيكون عنا، ما في داعي للمكملات هون وقتها. يعني هلا حسب الشخص شو حابب يعمل هو، يعني بالنهايه حسب اذا هو حابب يوصل لمرحله كتير متقدمه، ونحن بنفضل انه يكون الغذاء كتير صح. وموضوع المكملات هو ما له موضوع ضار يعني كتير 100%، فنحن بنحاول انه نلجا لموضوع الاكل اكثر، نعود الجسم على موضوع الاكل حسب قوه التمرين. هو بالاخير يمكن استخداماته بتكون خاطئه للبروتين والمكملات الغذائيه. تماما، لازم يكون في له اشراف محدد من الكوتش، بده يكون منظم له اياهم مع تمرينه مع نظام اكله، هذا كلياته بتبع على عدد السعرات بالنهار عشان اللاعب يوصل. بتشوفهم عم ياكلوا كثير، بيقولوا معقول كل هالاكل عم ياكلوا وما عم يسمنوا؟ ما بعرف شو انه مثلا عنده مثلا 5 بيضات 6 بيضات ما بعرف قد ايه كذا، هدول الشغلات كلها الناس تسال انه كيف واحد عم يعمل نظام غذائي بياكل كل هالاكل هذا. تماما، هو بيرجع كمان بيرجع بقول لك لقوه التمرين، نحن حسب قوه التمرين، حسب اللاعب قديش بيقدر يتحمل بتمرينه، قديش قوه تمرين اللاعب لحتى توازي موضوع اكله. فبيكون الاكل متوازن مع التمرين، نحن ما فينا نعمل تمرين كثير عالي وناكل اكل كثير قليل، عشان ما نضل عم نهدم نحن. فلا نحن بده يكون الاكل مع التمرين متوازنين تماما مشان ناخذ النتيجه اللي نحن بدناها. طيب بشكل عام اللي بيلعب رياضه اليوم امتى لازم، قديش الفرق بين وقت الوجبه تبعيته والرياضه قبل وبعد؟ هلا قبل كمان نحن حسب الوجبه اللي اكلها اللاعب، نحن بس بنفضل دائما قبل بساعه يكون اكل مريح، بعدين بينزل على التمرين مشان يقدر. وبعد التمرين بقد ايه بيقدر يرجع ياكل؟ يعني ممكن نص ساعة وطلوع نقدر ناكل، نقدر؟ نحن بعد نص ساعة للساعة فبنقدر ناكل بهذا الوقت. اوكي كوتش، يعني اوقات بيفكروا الناس انه كثرة ساعات لعب الرياضة ممكن يطلعوا من الجيم يروحوا على البيت كمان يلعبوا، بيفكروا انه هذا الشيء صحيح، كم ساعة عدد الساعات الصحيحة يلي لازم يمارسها الشخص الطبيعي بعيدا عن السيدات بشكل عام؟ الرياضة كم ساعة لازم باليوم؟ هلا هي مو كم ساعة، هي بتنحسب الرياضة على عدد الدقائق تقريبا، هي حسب نوع الرياضة اللي نحن عم نمارسه، إذا كان فيه جهد عالي أو جهد متوسط، هي الرياضة لازم تتمارس بين يعني من النص ساعة 45 دقيقة للساعة، هذا الوقت بيكون تماما كافي يعني لتمريننا إذا نحن حابين نعمل شيء حلو. طبعا مع الرياحات تبع التمرين تكون الرياحات منظمة بين الستات نحن عم نلعبها وبين التمارين، في شيء اسمه نحن رياحات بنريح على العضلات، لانه احنا اذا تمرنا زياده عن اللزوم فاحنا وصلنا لموضوع الهدم العضلي اللي احنا ما بدنا نوصل. يعني لازم يكون في فتره راحه، لانه كثير اشخاص بفكروا انه انا بلعب صبح ومساء وظهر هذا الشيء صح وممكن لحالهم. لا لا، هو ابدا ما انه صح، هو فينا احنا نلعب تمرينين، تمرين كارديو الصبح مثلا، تمرين حديد حسب، في ناس كثير بتفضل هذا الموضوع، في ناس لا بتفضل خلاص هي ساعه تمرين ويعمل فيه كل انواع بيعمل فيه كل شيء. أكيد تمام. كنا سعيدين اليوم بوجودك كوتش وبالنصائح اللي قدمت لنا إياها، نتمنى الكل يكون استفاد منها. شكرا كثير لك. يا ريت. شكرا لك، شكرا لك، صباح معك معنا الكوتش وسيم شعبون، أهلا وسهلا فيك.